بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.